يعترف بالانحياز للفن والثقافة على حساب المناصب والسياسة. تعرض للمكائد والمصائد لكنه تجاوزها بعناد وتكابد. إنه ملا باختيار، رجل الكواليس والدهاليز، ضيف حوار. إذن أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحوار الجديد، وارتأينا أن يكون من الطبيعة الغناء من ميرجبان من السليمانية لنحاور ملا باختيار، عضو المجلس الأعلى السياسي لمصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني، عنوان وتايتل يعني رسمي، لكن لطالما تفضل أن ينادوك بالسياسي باليساري الثائر، لماذا؟ لأنني يساري، لازلت يساري. لازلت حتى اللحظة. لازلت يساري. أهلا بك في حوار ملا باختيار. أين أنت من المشهد السياسي؟ وكأنك غائب. أولا أرحب بكم، شكرا على مجيكم، وأعتقد استفاديته، يعني شفتوا هالمناظر الخلابة. خلي أشرح للقارئ للمشاهد العربي هالمنطقة. طيب. جبل بيرمبغرون ثالث جبل من أعلى بالعراق والكردستان. يعني بعد حصاروست وبعد قنديل جبل بيرمبغرون عالي جدا. هالمنطقة ميرجبان أو المرتع الواسع باللغة العربية. ترجمتها. ترجمها المرتع الواسع. نعم باللغة العربية. هاي منطقة جميلة جدا. ثلاثة أربعة إلى خمس درجات أبرد من سليمانية. الثلج لحد الآن فوق جبل بيرمبغرون باقي لحد الآن بعد بعض المناطق. رغم حرارة الصيف. رغم الحرارة الصيف. سخونة صيف العراق من حيث الطقس والسياسة أيضا. نعم نعم. ولعلم المشاهد بأنه هالمنطقة من 76 إلى عمليات الأنفال واستعمال السلاح الكيميائي على يد النظام البائد كان بيد البيشمركة محررة هالمنطقة بشكل كامل. أنا أول مرة زائر هالمنطقة 76 وأنا مقاتل ضد النظام. نعم. هي منطقة الآن أصبحت منطقة سياحية الحمد لله. عظيم عظيم. لا تتمتع بطبيعة خلابة. نعود إلى السياسة. يا أهلا وسهلا. لماذا أنت غائب؟ هل غائب أم يعني هل هي عزلة طوعية أم هناك ما يفرض على السيد ملا باختيار أن يكون بعيدا؟ بالتأكيد إلى ارتباط بمواقفي المبدئية والسياسية. هناك أمور عديدة في كردستان وفي داخل الاتحاد الوطني الكردستاني صعب علي أن أتحمله. ارتأيت بأنه أبتعد أفضل اللي بأنه أبقى داخل هالوضعية السياسية اللي أشعر بأنه الآن أكثرية الرأي العام الكردستاني لهم انتقادات ولهم آراء مغايرة للسلطة وللحكم في كردستان العراق. هل يعني ممكن أن نقول بأن صفحة الماضي قد طويت فيما يخص موضوعك يعني تحديدا الشخصي وما تعرضت إليه؟ لا بالعكس، لا. متخذ موقف مبدئي لكي واصل النضال من أجل تغيير الوضع الحالي وليس الابتعاد من المسؤولية ومسؤولية شعبي ومسؤولية الديمقراطية والعدالة. من صلب مبادئي ومن صلب مهامي. طيب. لحد الآن تخطي المرحلة، أقصد هنا قبل أشهر من الآن أو قرابة العام وما تعرضت لحضرتك يعني من يعني عملية ممنهجة وواضحة وهي كادت أن تودي بحياتك، هل ممكن طوي هذه الصفحة أم ما زلت يعني تعتقد بأن الموضوع لابد أن نقف عنده في كل لحظة ولا يجب أن نتجاوزه؟ لكل مرحلة ومهام مخاطرة. ماكو سياسة وخاصة انتهاج سياسة لتغيير الوضع ما بي ضريبة. ما بي ضريبة. يعني أتصور وأتوقع في أي لحظة من اللحظات بأن هناك مشاكل يواجهني، ولكن لا يؤثر على مبادئي ولا على مواقفي هذه الأمور. عظيم. قبل أن أغوص بالتحديات والتعقيدات داخل بيت الاتحاد الوطني، دعني أفهم من خلال حضرتك كيف تصف المشهد العام في العراق سياسياً، هل يعيش استقرار أم العكس؟
نسبيا مستقر العراق الحمد لله. يعني المخاض اللي مرينا به في سنين سابقة بعد السقوط لحد الآن والمشاكل والإشكاليات اللي واجهناها كل الأحزاب والشعب حقيقة شوي خفت الآن خفت، ولكن هذا لا يدل بأنه المشاكل الأساسية منحلة بالعراق، لا، هناك مشاكل عديدة كبيرة في العراق موجودة ومتراكمة لحد الآن ومتفاقمة لحد الآن، وليس هناك مخرج موضوعي وعقلاني حقيقي لكيفية حلحلة هذه المشاكل. لا، مش أهم مشكلة مشكلة الاقتصادية، بناء التحت العراقي منهار، الشركات العراقية متوقفة أكثريتها، التصديرات العراقية عدا النفط ضعيفة جدا جدا. احنا بلد بتنوع عجيب بالمنطقة، يعني بعد تركيا والعراق، بعد تركيا وإيران، العراق ثالث أو رابع دولة بالشرق الأوسط من ناحية المصادر المختلفة للاقتصاد. مع هذا الشلل الاقتصادي مسيطر في البلد لحد الآن. لطالما يتم الحديث أن قوة العراق من قوة إقليم كردستان والعكس صحيح. يعني اليوم ما الذي يحدث في الإقليم؟ هل هو صراع ما بين حزبين أم انسداد سياسي كما هو في بغداد سابقا؟ طبعا الآن مفترض أنه الانسداد أولا الآن أريد أن أشرح هويتي الأيديولوجية حتى يعرفون المشاهدين الكرام. أنا كردستاني وعراقي، وعراقي وكردستاني، كردستاني عراقي وعراقي وكردستاني. أي العلاقة العضوية اللي يربط المبادئ الديمقراطية والمسائل القومية والمدنية والعلمانية، كل هذه الأمور أجمعها تحت هالتايتل كردستاني عراقي وعراقي كردستاني. هذا نقطة مهمة. ثانيا، منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن أصبحت 100 سنتين، لا يمكن أن نتغاضى الحقيقة الموضوعية الموجودة منذ تأسيس الدولة العراقية لحد الآن، وهي أي مشكلة بالعراق له انعكاسات سلبية بكردستان، وأي مشكلة في كردستان له انعكاسات سلبية في العراق، سواء في بغداد إلى بصرة. أوكي، إذن نحن يجمعنا مسؤوليات مشتركة في هذا البلد، مسؤوليات مشتركة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، حضارية، أمنية، جغرافية، كل هذه المسائل مهام مشتركة لازم أن نراعي ولازم أن نتشارك في كيفية حل مشاكل العراق ومشكلة كردستان. هذا الصراع أو المناكفات المتبادلة ما بين الحزبين بحاجة إلى ماذا؟ عقد سياسي، بحاجة إلى تدخل من قبل بغداد، بحاجة إلى تدخل إقليمي وخارجي؟ أي حزب سياسي في العراق وفي المنطقة ما عنده مشاكل. أولا بين الأحزاب كله موجود مشاكل، وداخل الأحزاب أكو مشاكل، هاي كل الأحزاب العراقية، هاي خريطة الأحزاب العراقية موجودة أمامنا، نعرف قادتهم، نعرف أفكارهم، نعرف انشقاقاتهم، نعرف مناكفاتهم، كلها نعرفها. في كردستان العراق مع الأسف كان من الأفضل ومن الأجدر بأنه الحزبين الرئيسيين والأحزاب الأخرى المناضلة كان من الأجدر بهم بأنه أن يخففوا من حدة الصراعات فيما بينهم، ولكن مع الأسف لحد الآن المشاكل بين الأحزاب الكردستانية خاصة بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني مضرة لحد الآن. ما هو دور بغداد في هذا الصراع؟ مشاكل بغداد إلى تأثير بين هذه الأحزاب، أزمة النفط، أزمة تطبيق الدستور، أزمة الأمن العراقي، المعارك، المشاكل، كل هذه الأمور، كيفية قبول الميزانية وعدم قبولها. أوضح لك أكثر، يعني مطلب اختيار، هو في بغداد هناك قوى سياسية شيعية اللي هي بالمجمل الأغلبية للشيعة، هل هم ينسجمون مع دعم طرف على حساب الآخر
أم هم يمضون باتجاه أن يكون للحزبين نقطة التقاء وبالتالي تحل المشاكل وهذا بصالح العراق؟ هناك تقارب بين بعض الأحزاب الشيعية والاتحاد الوطني الكردستاني وتقارب بين بعض القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك يعني هذه الأمور متداولة منذ 30-40 سنة بين هل الأحزاب. عمقت الأزمة؟ نعم، هذا التقارب ما بين شيعة الوسط والجنوب أو شيعة الحكومة الاتحادية ممثلي السياسة مع الاتحاد الوطني فاقم من هذا الشرخ وساهم في اتساعه؟ إلى تأثير، مو بس التأثير الحاسم، التأثير الحاسم هو رؤى الحزبين الداخلية وليس التأثيرات الخارجية من بغداد أو من دائر مدارنا. من في الخارج العراقي له اليد الطولة في سواء كان حل حالة المشاكل أو العكس؟ يعني في تصريح للشرقية قبل أيام قليلة سيدة آلة طلباني تحدثت عن دور الجانب الإيراني في دعمهم لأحزاب المعارضة في إقليم كردستان، ما مدى دقة أن تكون الجارة إيران لديها تأثير مباشر وهي داعمة للأحزاب الأخرى يعني غير الحزبين الحاكمين؟ أحترم رأي السيدة آلة طبعا، أني أدرى بسياسة إيران من السيدة آلة وغيرهم. منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية لحد الآن هناك علاقة وطيدة بين الجمهورية الإسلامية والأحزاب الكردستانية والأحزاب الشيعية بالعراق. طيب. لحد الآن هذه العلاقة تبقى، ما تنمحي، تبقى علاقة يحكم الجيوسياسي بالمنطقة. أولا الجيوسياسي في زمن الشاه أيضا كان للنظام الشاهنشاهي تأثير بالعراق سواء في العهد الملكي أو في العهد الجمهوري. اتفاقية الجزائر ليش وقعت بين صدام وبين شاه؟ بسبب المشاكل اللي كانت موجودة آنذاك. طيب. صح ولا لا؟ طيب. من خلال حضرتك يعني ومعرفتك بالجارة الشرقية وما هي ما الذي تريده سواء كان من أحزاب الوسط والجنوب أو أحزاب إقليم كردستان، هل هي مع هذا التقسيم الحاصل ما بين أربيل والسليمانية؟ الآن نتحدث وكأنما عن نفوذين أو عن منطقة مستقلتين تقريبا. أولا أتمنى بأنه الأمور لا توصل إلى الحالة بأنه الأحزاب الشيعية أو السنية والحكومة المركزية يتداخلون بشكل مباشر أكثر في مشاكلنا. أول يعني إذا هذا الحد بس نوقف أحسن، بس إذا تعمقت المشاكل واستفحلت المشاكل بالتأكيد الأحزاب بالعراق يتدخلون، السلطة يتدخل بهذه الأمور، هذا شيء طبيعي بتاريخ العراق كان هكذا. لكن التدخل يأتي بطلب من السليمانية مثلا على سبيل المثال، يفرق من حالة إلى حالة. بس الآن الشائع هو بأنه سليمانية طالب، الشائع هكذا. بس هناك اجتماعات بين الاتحاد وبين الحزب الديمقراطي لحل هذه المشاكل الحمد لله، ولو لحد الآن الاجتماعات مو بالشكل المطلوب، ما مشجعة بالشكل المطلوب، بس بدأت الاجتماعات. استثمر هذه الصراحة لوصف ما يجري في أربيل والسليمانية، هل الحديث عن إدارتين أمر موضوعي أو يعني منطق موضوعي للمشاهد الآن عندما نتحدث عن إدارتين منفصلتين، أم أن هذا مجرد تحذير وتخويف بيطلقه عادة المراقب أو السياسي؟ كديفاكتو كأمر واقع هيك يبين بأن هناك إدارتين، ولكن لحد الآن بشكل رسمي إدارة واحدة موجودة في الإقليم. بشكل رسمي إدارة واحدة، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الأشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارات الأخرى كلهم وزارة مركزية واحدة في كردستان، في إقليم كردستان. بس إذا تتعمق المشاكل وما ينحل المشاكل بالتأكيد لا نحمل عقباه مع الأسف.
إما كردستان أو الفناء، عبارة أطلقها سيد مسعود برزاني عقب الخلاف على الخلافات التي طال التصويت على بعض فقرات الموازنة. هل ترى بأن إقليم كردستان أو هذا الكيان مهدد بالتصدع أو التفكك أو معرض إلى الخطر إن صح التعبير كما وصفه سيد مسعود برزاني؟ أولا الشعار رفع في الحركة التحرر الكردية منذ 1961، كردستان أو الموت. جيفارا عند الشعار الحرية أو الموت. إحنا بكردستان رفعنا شعار كردستان أو الموت، هذا واحد. تستشعرون خطرا على الخطر؟ طبعا موجود مخاطر، مو يعني خطر داهم لما موجود. أتصور المشاكل اللي حثت في بغداد حول الميزانية وهذه الأمور حقيقة كانت مؤلمة، كانت مؤلمة بالنسبة لمشاعر الإنسان الكردي. الأحزاب الكردستانية يذهبون إلى بغداد ويتناحرون داخل البرلمان حول الميزانية اللي هو حقوق قوت الشعب الكردي. بأي حق المشاكل عقدتوه في بغداد؟ لماذا لم تتفقوا في كردستان وتذهبون باتفاق سياسي اقتصادي موحد إلى بغداد؟ يعني هاي من أبسط مهام الأحزاب السياسية اللي يدير أمور شعب. يعني ممكن ملّا باختيار أنه هم دخلوا بورقة تفاوضية يقول لك بالأخير الطرف الآخر تنصل، شنو المطلوب من الكرد؟ أن ينسحبوا مثلا؟ ليش ينسحبوا؟ ليش ما يتفقوا؟ متى يوصلون إلى نقطة تلاقي إن صح التعبير؟ بالنتيجة من الخاسر. وأريد أسأل هنا، بالنتيجة من الخاسر إذا ما يلتقون؟ هل الدستور هو الفيصل؟ ضربت مواده وفقراته كثيرا، من ما هي الضابطة اليوم التي تحاول أن تلملم هذا الشتات؟ أولا الدستور لحد الآن بالعراق هو الفيصل الحقيقي لحد الآن، ما عندنا أي حل آخر، لأن في كردستان العراق ما عندنا دستور دائم، وهذا من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأحزاب في كردستان العراق. العراق بعد 3 أو 4 سنوات بلوروا دستور وسووا استفتاء ووافقوا عليه. إحنا الآن منذ 91 لحد الآن صار لنا 32 سنة ما عندنا دستور في كردستان العراق، وهذا يضرنا. لو كان لنا دستور كمرجع قانوني لما كنا نلتجئ إلى بغداد وإلى المحكمة الاتحادية ببعض الأمور السياسية والاقتصادية، كان لنا مرجعنا. هناك إرادة تقف مع عدم يعني الموافقة أو المصادقة على الدستور، أو هو الخلاف؟ أولاً هذه الأمور بالضرورة يرجع إلى، يعني حينما تتفاقم المشاكل بالتأكيد يلتجون الأحزاب إلى المحكمة، ولكن أتصور بأن هناك مشاكل أهم في العراق، أهم مشاكل في العراق، مشاكل كبيرة ومتنوعة في العراق. ليش ما لجأوا إلى المحكمة الدستورية؟ لا الأحزاب العراقية ولا الأحزاب الكردستانية. ليش كل بارتي اتحاد حركة جوران أو الاتحاد الإسلامي أو الجيل الجديد ما قاضوا الحكومة العراقية لعدم تطبيق مادة 140؟ ليش؟ سبب أنا أتساءل. سبب تملص من مسؤولياتهم وتلكؤ من هالمسؤولية، عدم إدراك بأنه إحنا عندنا بعض الحقوق الدستورية مصيرية بالنسبة لنا. مصيرية. قانون النفط والغاز كم سنة مر على عدم تصديق على قانون النفط والغاز؟ الآن هناك يعني أصوات سياسية تشير ولا يعني تؤكد، لا أعلم على أي أساس تبني هذه التصريحات، لكنها تطمئن الشارع وتقول بأن قانون النفط والغاز سيمرر في هذه الدورة البرلمانية. في هذه الدورة؟ نعم. والدورات السابقة؟ نتركها توقعك سيمر ممكن؟ هو إحنا مشاكل العراقيين والكردستاني إحنا عفى الله عما سلف. هي أكبر مشكلة، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. داخل حتى منظومة الحكومة الاتحادية أو حتى ما بين الحزبين أيضا عفى الله عما سلف. أيضا بدون أن نستع يعني بدون الاتعاظ من الأخطاء. يعني صار لنا إحنا بعد السقوط لحد الآن قاعدين على باب الله ومن حل أي مشكلة من المشاكل الأساسية، نفط، غاز، مادة 140، ميزانية، تسليح بيشمركة، حدود كردستان، مناطق المتنازع عليها، كل هذه الأمور
يجي ويروح، بقوا متعلقين بين الإقليم وبين المركز. هذا في حين كان بإمكاننا أن نعالج هذه الأمور قبل 10 سنوات. الاتحاد الوطني الكردستاني هو قريب من قوى يتهمها البارتي بأنها القوى التي استخدمت أجنحتها العسكرية لقصف أربيل مرارا. هذا الموضوع ما يزيد من هالفجوة والهوة ما بين الحزبين؟ أولا، أي جهة من الجهات إذا قائم بجريمة قصف أربيل، هذا جريمة لازم ما تغتفر حقيقة. نعم. لا سامح الله إذا أي حزب كردستاني متعاون مع هكذا جهات، هذا أيضا جريمة. لا سامح الله، هذه أيضا جريمة. كركوك الآن أيضا هي وضعت على الطاولة لكن ركنت، ما هي الحلول الناجعة لحسم هذا الملف؟ الرجوع إلى الدستور. الرجوع إلى الدستور. إحنا مع الأسف بعض الأحزاب العراق ينظرون إلى الدستور وكأنهم قاعدين بمطعم وينظرون إلى مينيو. يختارون اللي يختاروه ويهملون اللي يهملوه. حلو هذا التوصيف. السياسة الانتقائية بالدستور خطأ كبير جدا، خطأ كبير. من المفروض بأنه الدستور تطبق وفق ضرورات المرحلة. طيب إذا أردنا أن نتحدث بموضوعية، من الذي ضرب الدستور في ملف كركوك؟ في ملف كركوك بغداد. بغداد طبعا، الحكومات المتعاقبة منذ السقوط لحد الآن. هسه شوف ميزانية مادة 140. نعم. أول البارحة زودوه، كان 100 مليار سووه 200 مليار، بينما الحشد الشعبي له ميزانية 3 مليارات دولار. أوكي، أنا ما عندي أي مانع حول هالمسألة، بس مادة 140 من المواد المهمة. 100 سنة إحنا صاررنا مع الحكومة المكررية، عندنا مشاكل حول كركوك وخانقين والشنغار 100 سنة. شلون توصف وضع كركوك اليوم من بعد أحداث 2017 حتى اللحظة؟ مؤلم. حكومة عسكرية، كان من أفضل للحكومة العراقية بأنه يغيرون الحكومة العسكرية ويأتون بحكومة مدنية فيه. حكومة عسكرية لو لأنه المحافظ عربي عسكري. شوف افتر بكركوك، شوف هاي حكومة عسكرية لحياة مدنية موجودة بكركوك. ما عندكم مشكلة يجي بديل عن راكان، شخصية أفضل من عنده؟ لكن كقانون راكان ما كان إلى حق يعني يداوم كل هالسنين. كقانون ما إلى حق. أكثرية مجلس المحافظات كان من الكرد. طيب، وما اجتمعوا الكرد حتى يقررون يبدلون المحافظ. أكرر سؤالي، في حال جاءت شخصية بديلة عن السيد راكان الجبوري، كون في حوار سابق مع السيد شاخوان تحدث عن ملفات الفساد التي الآن هي في حوزة النزاهة، ويعني نأمل من السيد حيدر حنون أن يعني يباشر في البت في هذا الموضوع، أن تأتي شخصية بديلة عن سيد راكان الجبوري عربية، أنتم منسجمين لو تعتقدون بأن المحافظ استحقاق كردي أو استحقاق الاتحاد الوطني، لو شنو بالضبط؟ بالتأكيد إحنا يهمنا بأن كركوك يكون بيد محافظ كردي. والانتخابات القادمة للمحافظات، أي حزب من الأحزاب حصلت على الأكثرية كردية في كركوك ومن يتعاون مع القوائم الكردية إلى حق بأنه يرشح محافظ في كركوك. طيب، أبرز ما شخصتموه من انتهاكات، تحدث ليس فقط السيد شاخوان، أيضا تحياتنا لمعالي وزير العدل السيد خالد الشواني، تحدث أيضا عن عمليات التعريب الممنهجة للاستيلاء على الأراضي. شنو أبرز المخالفات التي تصل إلى مكتب السيد ملا باختيار عن شخصية راكان؟ فصل الموظفين، عدم اهتمام بالدراسات الكردية، عدم الخدمات العامة في المناطق اللي يسكنها أكثرية كردية، والاستيلاء على أراضي زراعية اللي هو حق من حقوق الفلاح الكردي في محافظة كركوك. شكلوا لجنة من التلفزيون الشرقية وحققوا بينه وبين بعد ما أتى سيد محافظ كركوك الحالي، كم عين من العرب وكم أهمل من التركمان والكرد والمسيحيين في كركوك، عرب عام وخاصة عشيرته. طيب نروح مع المشاهدين. وكم نقل وطرد من الوظيفة من الكرد والتركمان وغيرهم.
نروح مع المشاهدين ملا باختيار إلى هذا الفصل القصير ولنا عودة أخرى. مشاهدينا ابقوا معنا. هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا إلى ما تبقى من حوار مع السيد ملا باختيار عضو المجلس الأعلى السياسي لمصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني المرشح لمرات عديدة لرئاسة جمهورية العراق وأكرر اليساري الثائر. لطالما تتدخل الولايات المتحدة بحلحلة المشاكل العالقة ما بين الأحزاب في بغداد أو تكون لديها كلمة في محاولة رأب الصدع في الحكومة الاتحادية، ماذا نجد التأثير الأمريكي في داخل إقليم كردستان يكاد يكون محدود أو محصور على الأقل على البعثة الأممية جنين بلاس خارت، سيدة تزور الأربيل مرارا وتكرارا، أين السفيرة الأمريكية من ما يجري في إقليم كردستان؟ أولا إحنا ما نقدر ننسى فضل أمريكا على سقوط النظام وتثبيت إقليم كردستان داخل البيت العراقي والدستور العراقي، وهذا إحنا ما ننسى الفضل. أمريكا صديقة للعراق؟ أمريكا كانت له الفضل الكبير والدور المؤثر المصيري لسقوط صدام، هذا ما ينسى هذا. وماكو أي مكون عراقي معرض إلى خطر الإبادة مثل ما تعرض له الشعب الكردي على يد النظام السابق. زين. أوكي؟ لذا إحنا ما ننسى فضل أمريكا ممكن اعتبارها صديقة والدول اللي كانت متحالفة مع أمريكا لتغيير الوضع في العراق. هذا النقطة. من أنتم سيد ملا باختيار الذي إحنا ككرد نعم ككرد الولايات المتحدة صديقة للكرد؟ صديقة للكرد. برؤية كونك قلت أنك كردي عراقي وعراقي كردي، هل ترى بأن الولايات المتحدة هي صديقة للعراق؟ هناك مصالح مشتركة بين أمريكا والعراق، مصالح قوية جدا، والمصلحة هو الرابط القوي بين العراق اللي هي دولة نفطية غنية جدا وذات موقع جغرافي واقتصادي وسياسي مهم في الشرق الأوسط، وأمريكا يهمها أثبتت حسن النية باستثناء إسقاط النظام السابق، أثبتت حسن النية على مدى عقدين من الزمن مع العراق أمريكا؟ نعم. العراق طلبوا من الأمريكا سحب قواته سحبه. طلبوا بأنه يعاد العلاقة السياسية والاستراتيجية بين العراق وأمريكا، أمريكا قبلوا ما رفضوا، ولحد الآن حسب اتفاقية مع الدولة العراقية هناك قوة أمريكية وإمكانيات حربية عراقية لمحاربة داعش، وهذا سند قوي للعراق لحد الآن، ما نقدر ننسى الأمور كلها الأمور. ودزونا طيارة كبيرة مؤخرا. بس السؤال الأهم، لماذا تشيطن الولايات المتحدة؟ لماذا في بغداد هناك أطراف سياسية تصدر للرأي العام بأن الولايات المتحدة هي العدو الأكبر للعراق؟ هاي العلاقة بالعقيدة، هاي مو حقيقة موضوعية، حقيقة بالعلاقة بالعقيدة، يعني عقيدة بعض الأحزاب وبعض القادة بالعراق هكذا ينظرون إلى أمريكا بأنه الشيطان الأكبر، هكذا ينظرون إليه. بس حينما أتى الأمريكان إلى سقوط صدام، آنذاك أنا كنت في المعارضة العراقية في مؤتمرات العراق، كل الأحزاب تعاونوا مع الأمريكان جميعهم، كل الأحزاب، كل من يجرم الولايات المتحدة اليوم، ها؟ كل من يجرمها اليوم، كل من يجعل، لا هذول اللي يجرموها هذول جديد برزوا، هذول مو أحزاب، أحزاب لهم جذور تاريخية. الأحزاب المعارضة القوية كحزب الدعوة ومجلس الأعلى، مجلس الأعلى والتيار الصدري، كل هالأحزاب كانوا أحزاب مهمة جدا أثناء مقارعة النظام. أوكي؟ مباشرة أو غير مباشر هذه الأحزاب وافقوا على ضرب العراق وعلى تغيير النظام العراقي. حتى إيران كانت موافقة، بل كانت متعاونة مع أمريكا لإسقاط نظام، حتى إيران.
صديقة لأمريكا بالخفاء. ها؟ صديقة لأمريكا بالخفاء إيران؟ ما أقول صديقة. لا. أقول أثناء سقوط نظام صدام. لا 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 بالمجمل على مستوى المصالح والمواقف. لا الآن هناك عداء بين أمريكا. إذن العداء واضح. أنت تشكك وتفند ما يقوله البعض بأن هناك صداقة بالخفاء وحرب بالوكالة. لا أنا أقول بالسياسة ماكو عداء دائم ومحبة دائمة. هناك مصلحة دائمة. يعني هاي قول تشرشل رئيس الوزراء السابق. نعم. لا هناك عداء دائمة ولا صداقة دائمة. أريد الخوض. مصالح دائمة. إذا المصلحة اقتضت المصلحة أمريكا تتفق مع إيران تتفق مثل ما اتفقت إيران مع السعودية. راح أجي لهذا الملف الأقليمي أختم به الحوار إن شاء الله. يعني لإيران ربما سيكون صلح مع الشيطان كما تسميها هي طبعا إحنا ما نسميها الشيطان. الشيطان سب سياسي. ممكن يبرزوه وممكن يمحوه. ممكن يتحول إلى ملاك. طبعاً ممكن. ليش ما ممكن؟ كل شيء ممكن. أعود إلى الدور الأمريكي وسؤالي عن هذه الصداقة، هذه المواقف الإيجابية التي تحسب للولايات المتحدة وهي مقدرة من قبل الإقليم، لماذا لم تستثمر في الحلحلة ما بين الحزبين والمشاكل العالقة ما بين؟ هناك ضغوطات أمريكية لحل مشاكل بين الحزبين ولتوحيد الفيش ولا لإنهاء كل هالمشاكل العالقة لحد الآن. عظيم. لهم دور إيجابي من هالناحية. حتى البريطانيين، الأمريكيين، الفرنسيين، الألمانيين، الاتحاد الأوروبي لهم دور إيجابي. هل الولايات المتحدة أيضا دور في الخلافات داخل بيت الاتحاد الوطني؟ لهم شنو؟ دور ويد طولة فيما يخص حل حالة المشاكل داخل بيت الاتحاد الوطني. قبل سقوط النظام العراقي. نعم. وبعد السقوط لحد الآن نعم هناك علاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأمريكان وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأمريكا وبين بعض الأحزاب الأخرى وأمريكا. هناك علاقة لحد الآن باقية. تتدخل بين ليس هناك بعض الضغوطات الإيجابية. ليس تدخل، ضغط إيجابي. في حديث سابق تحديدا مع حوار حضرتك كنت بالضد مع الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني، ما زلت عند رأيك فيما وفشلت. فشلت. في أي حزب أنت بالضد مع هذا النوع من القيادة إن صح التعبير؟ ابتكار ابتكرته الأحزاب الخضر في أوروبا. أول مرة رئيس من الذكور ورئيس من الإناث. يعني تقسيم جندري. تقسيم يعني جندري، خلينا نسميه تقسيم جندري. أوكي، ولو المصطلح ما مستحبذ من قبل بعض الناس بس خلي هيش نقبله. ثاني مرة بيكاكا جربت هالتجربة ولحد الآن. التجربة الثالثة كان داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، مع الأسف كان من ذكرين وليس من ذكر وأنثى، من ذكرين. أنا تنبأت وفي هالبيت قبل سنة من ثمانية يعني من تفليش الرئاسة المشتركة قبل سنة، قلت هذا ما يداوم، أكدت بأنه هذا الرئاسة المشتركة. أنا صريح كان على الشرقية حضرتك. إيه؟ أكدت وصحت هذه النبوءة أو الاستشراف للمستقبل. سياسة التوريث أيضا أنت تشكل عليها؟ أنا أبدا ما أقبل سياسة التوريث. كل واحد حسب كفاءته، كل واحد حسب كفاءته مو حسب نسبه. أنا مو إنسان عظامي، أنا إنسان عصامي، وما أؤمن بالسياسة بالسياسة العظامية، أؤمن بالسياسة العصامية. عظيم. بالتالي إذا أريد نختم ملف الخلافات داخل الاتحاد الوطني، من أين تبدأ الحلول إن كانت هناك فرصة للحل؟ يعني لأن ينهض عقد مؤتمر ونتفق على تفاصيل ومفاصل المؤتمر قبل المؤتمر. عدا هذا الاتحاد
سوف يواجه مشاكل أكبر مما واجهته لحد الآن. فيما يخص انتخابات إقليم كردستان، شو توقعاتك عليها، خصوصا هناك جدل فيما يخص قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة؟ نفرض أنه أجريت الانتخابات، هل سيتكرر سيناريو انتخابات المركز، يعني فيما يخص إثارة الجدل على نتائج الانتخابات أو الاتهامات بالتزوير وغيرها؟ شنو اليوم الضابطة التي تضمن نزاهة الانتخابات؟ أولا، هناك هبوط للأصوات لكل الأحزاب في كردستان العراق، هبوط سينعكس على مستوى المشاركة، يعني ها؟ سينعكس على مستوى المشاركة، على مستوى المشاركة هناك هبوط واضح، واضح هذا. الأحزاب السياسية المعروفة أقصدها. السيد ملا بختيار طرح إلى منصب رئاسة الجمهورية كما ذكرنا في الحلقة، لكن بالأخير السيد عبد اللطيف رشيد هو الآن رئيس جمهورية العراق. قبل أن نسأل عن تقييمك للأداء على مدى أشهر أو قرابة العام، دعنا نتحدث عن الآلية التي وصل بها السيد عبد اللطيف رشيد. هل هي مقنعة سياسيا شعبيا؟ أولا، حينما كانوا يذكرون اسمي لمنصب الجمهورية، هذا إلى دلالات تاريخية مو ببساطة، وهي اسم ما يتذكر شيء اعتباطي، بالتأكيد إلى أسباب في ذهنية الناس، في ذهنية الناس المخلصين. ثانيا، فخامة الرئيس الحالي يعني بعد في القيام بمهامة لحد الآن، ما أقدر أنا أقيم مهامة خلال عدة أشهر. أأمل بأنه ينجح في مهامة، والمهمة صعبة جدا، ها مو سهلة بالعراق. يعني كان صعبة لإمام جلال، وكان صعب للسيد دكتور فؤاد معصوم، وكان صعب للسيد برهم، دكتور برهم صالح، وصعب بالنسبة لدكتور عبد اللطيف أيضا. الوضع هكذا بالعراق، الوضع هكذا بالعراق لحد الآن. أود أن أخوض بتفاصيل تتعلق بالملف الدولي، لكن أختم مع حضرتك. بالبداية ذكرت بأنك مستمر في النضال، وهذا جزء من يعني شخصيتك. نتوقف عند محاولة الاغتيال ومحاولة أن يدس السم لحضرتك، من هي الجهات التي تريد أن تنال من السيد ملا بختيار؟ تاريخ السياسي يعني 7 مرات تعرض إلى الاغتيالات، 3 مرات الحكومة العراقية، مرتين بالاقتتال الداخلي، ومرتين الجهات الإسلامية السلفيين طبعا. نعم، الحمد لله. إذن بمختلف التوجهات. يعني إحنا الاتحاد الوطني الكردستاني باستمرار كنا في مقاومة. مقاومة كل اللي كانوا يعادون الديمقراطية، يعادون الوطنية، وحقيقة بالجبل وبعد ما الجبل. ما يقلقك هذا الموضوع؟ يعني كون إنه الحادثة ما صار لها سنة الأخيرة، هذا الموضوع مو مثار قلق لك؟ بالتأكيد له تأثير. يعني واحد ما يبالغ إمكانيته وبشجاعته. يعني واحد يتعرض إلى اغتيال، يفجرون سيارتين، وسيارتي داخل سيارتين، وبلحظة معينة شفت نفسي بجهنم. أنا جهنم 25/5/2005 جهنم. أنا هاي ما أقدر أقول ما أثر علي، يعني حتى عشان عندي مراجعات للطبيب وهذا، وأثر على حالتي النفسية وكل هذا. كيف هي الصحة اليوم؟ لا، ها الصحة شلونها اليوم؟ الحمد لله، الحمد لله، دوام الصحة الحمد إن شاء الله. شكرا. حضرتك أشوف، أنا أود أوضح شيء. أتصور بأنه إنسان من يكون ثوري يتوقع هكذا مشاكل، والإنسان الانتيازي ما يتوقع هذا المشاكل، لأن يعني يلائم نفسه مع كل الظروف وما يصير له شيء. لا، أنا ما أسمي انتيازي أبدا، أنا كلش ضد الانتيازية، كلش أمقت الانتيازية. نتمنى لك السلامة والصحة والعافية. لماذا تفضل الفن والثقافة والأدب على حساب السياسة وأنت ثائر وسياسي ومناضل؟ الفن والأدب والثقافة جزء حيوي من السياسة. أنا حسب رأيي. معقول؟ طبعا جزء حيوي بالسياسة. يعني عصر النهضة بدأت بالفن.
لماذا يقال بأن السياسة إن دخلت في شيء أفسدت؟ لا ماكو شيء، هذا الرأي خاطئ حقيقة، ماكو شيء. صح الثقافة إلى استقلاليتها الخاصة خصوصيتها الخاصة، بس فصل الثقافة عن السياسة، فصل الأدب عن السياسة، فصل الفن عن السياسة كطلاق مطلق هذا خطأ. يعني يجب أن يكون السياسي مثقفا وملما بالفن مثلا؟ ملما بالفنون؟ السياسي لما علماء بالفن والأدب والثقافة العامة، هذا السياسي مضر ولا ينفع شعبه. مضر. طيب أروح إلى ملف مهم يعني، وهو التطورات التي تحدث في المنطقة. أنطلق من أيديولوجيتك قبل لا أذهب إلى الملف الدولي. نتوقف عند الحادثة الأخيرة، وهي محاولة ازدراء من الأديان واضحة، محاولة حرق المصحف الشريف. هذه الفعلة تعتقد بأنها ظاهرة وتمر ومتوقعة الحدوث، أم هناك شحن ديني وطائفي للنيل من معتقدات الآخر وقد ينذر بما هو أخطر، والبعض رجح إلى أن قد نذهب إلى حرب عالمية بسبب؟ أولا يعني حقيقة أستغرب بأنه دولة مثل السويد أفسحت مجال لهكذا جريمة اللي يهين مشاعر مليار إنسان. يعني ما مستوجب هكذا قرار من قبل دولة عريقة مثل السويد. يعني أنا السويد أعتبره بلدي ثاني، بلدي ثاني. طيب. لأن أنا كنت بالسويد عشت حوالي سنة بالسويد وما أنسى فضلهم. طيب. بس أستغرب إفساحهم مجال لهكذا، ما كان الممكن لهكذا إنسان متهور. ما كان الممكن أن تقوم السويد بموقف لردع يمنعوا حد. يمنعوا شنو يعني؟ هذا هواية، هذا صعب للسويد بأنه يمنع إنسان متهور بعد ما قام فعلته. ما الممكن أن تقوم به السويد لي يعني يثيروا له مشاكل؟ جدا جدا يثيروا له مشاكل، وبدأت من العراق أمام السفارة السويدية. طيب إلى الملف يعني عندنا مثل كردي خليه ترجمة للعربي. يقول راسه ما يوجع وشاد راسه. سويدا من راسه ما يوجع، شو ليش يسدوا؟ شنو هذا؟ يعني وكأنه بدأ تشتري المشكلة يعني. بلاش يعني. طيب أروح إلى الملف الدولي. سيد ملا باختيار، يعني اليوم المنطقة كيف تصف الوضع فيها؟ هل تعيش حالة من الاستقرار أم العكس، سيما بعد التوافق والصلح، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد الصلح ما بين السعودية وإيران؟ شوية أستفيض بالجواب. فضل. أوكي، أنا أرى بأنه المشهد العالمي في طريقة، وإحنا على مشارف تبلور أخطاب عديدة في العالم. في طريقة، ما بقى القطب الواحد. احنا الان في مرحلة الحرب الباردة الثانية. حرب الباردة الثانية انتهت، حرب الباردة الاولى، احنا الان في حرب الباردة الثانية. واقطاب حرب الباردة الثانية من الان واضح. الصين روسيا هندستان، برازيل، تايوان. ما هذا القطب كله، تايوان روسيا، تايوان ومايوان. لا تايوان بعدها، تايوان عندها مشاكل. هالدول اللي يسموهم دول المتفقة في بريكس أو الدول المتفقة في شنغهاي، الآن عدة دول، 12 دولة عربية وغير عربية يطلبون الانتماء إلى اتفاقية شنغهاي واتفاقية بريكس. إحنا الآن في طريقنا إلى ثلاث قطب عالمي: قطب الأمريكي وأصدقائه، قطب الاتحاد الأوروبي، وقطب روسيا الصين وأصدقائهم. طيب، وهل ثلاث أقطاب لحد الآن ماكو بينهم علاقة أو اتفاق استراتيجي، وهناك خلافات. مثلاً حرب مترامية، هاي مثلاً حول السياسة المتبعة حول الصين. بوضوح فرنسا وألمانيا مو مع السياسة الأمريكية لتعميق هذه المشكلة مع الصين. السيد رئيس جمهورية فرنسا زار باكين وصرح هنا، قال احنا ما نكون الى جانب امريكا ضد الصين.
صرح هناك صرح وعدة محاضرة يحاضر الدبلوماسيين الفرنسيين يأكد بينهم بأنه إحنا نبقى محايدين بهالمشاكل ونختل مما نختلط بهالمشاكل وهكذا وهكذا وهكذا. إذن هذا رأيي أريد أن أستنتج من عنده بأنه شرق الأوسط وأفريقيا شرق الأوسط وأفريقيا والدول الأخرى أيضا جنوب شرق آسيا إحنا الآن ندخل في نفق جديد ولكن واضح بأنه نعبر النفق. الشرق الآن وقعت تحت تأثير روسيا والصين والدول الأخرى وبدأ إضعاف الدول الغربية في الشرق الأوسط. تدرين بأنه العلاقات الاقتصادية بين الصين وشرق الأوسط 450 مليار دولار 450 مليار دولار. علاقة الصين مع أفريقيا 284 مليار دولار، هذا في حين الأمريكا له علاقات تجارية مع أفريقيا 60 مليار دولار 60 مليار. روسيا 5 مليارات مع أفريقيا. إذن انتهى دور الغرب وأمريكا؟ ما انتهى، لا بس هيمنة القطب الواحد انتهى. توزيع الأقطاب بدأت، ثلاث أقطاب اليوم، ثلاث أقطاب لحد الآن ولكنها مترامية 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 غير متفقة. ها غير متفقة لا، خطورة الوضع هو سبب عدم الاتفاق بين الأقطاب الثلاثة. هاي خطورة خطر ولو انعكاسات سلبية على مناطقنا. طيب على العراق همينة أيضا. ها على العراق الصلح السعودي الإيراني إلى أي حد سيقوض السلاح المنفلت في العراق؟ كان اتفاق مهم هذا، كان اتفاق استراتيجي ومهم، وكان من الأجدر بأنه يتفقون قبل سنة ثلاث سنوات، لأن عدم اتفاقه منعكست بشكل سلبي ومضر في المنطقة وخاصة في اليمن وفي سوريا وفي لبنان. عظيم، يعني نستنتج من هذا الكلام هل هو محاولة لتقويض الكاتيوشات الطائرات المسيرة؟ قللت هذا اتفاق وهدنة مع تحالف إدارة الدولة، لكن ما نعرف بعدين شنو راح يصير. أين الصواريخ الحوثية اتجاه سعودية؟ بقى؟ لا وقفت، قللت كثير. الأمد السقف هل سيطول أم هو يعني مرهون بمدى تماسك هذا بشكل أو آخر؟ هل حالة مرتبطة باتفاق إيران وأمريكا حول السلاح النووي؟ هل مسألة مهمة؟ طيب بالنتيجة اتفاقهم يؤثر تأثير إيجابي على المنطقة ككل، وعدم اتفاقهم يؤثر تأثير سلبي على المنطقة ككل. يعني واشنطن وطهران إذا ما اتفقوا ممكن أنه يفض هذا الاتفاق ما بين الرياض وطهران؟ لا، الرياض الآن بدأوا يدركون موقعهم الاستراتيجي. عندهم أفضل العلاقات مع الصين، عندهم علاقة ممتازة مع روسيا، عندهم علاقة ممتازة مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا أيضا. من يقود الشرق الأوسط اليوم؟ ها؟ من هي الدولة صح التعبير ممكن لحد الآن المؤثر الأكثر سياسيا؟ أمريكا سياسيا وعسكريا. نعم. اقتصاديا الصين. صين. نعم. السيد ملا باختيار عضو المجلس الأعلى السياسي لمصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لحضرتك ولحسن الاستقبال. يا أهلا وسهلا. وبالتأكيد مشاهدينا الشكر موصول لكم على كرم المتابعة. هذه زينب ربيعة تستودعكم الله على أمل اللقاء في حوارات أخرى. شكرا.